شخص جواه حكاية وكل بيت جواه حكايات. أنا النهاردة معايا حكاية لحالة إنسانية، هي يعني هو شخص بعتلي حالته على رقمي، فأنا قلت لازم أشارككم الحالة دي وهقولكم الرسالة زي ما هو بعتها لي بالظبط. هو بعت لي بيقول لي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أغيثوني لله رب العالمين. دي حالتي من أكتر من 5 سنوات وإجراء أكتر من 25 عملية دون جدوى. هو اسمه الأستاذ رمضان عبد العزيز بسيوني الوكيل، مصاب بطلق خرطوش في الوجه. يعني بيقول إن هي إصابة لم تحدث في العالم. بيقول: أنا مش محتاج أي حاجة غير إن صوتي يوصل للرئيس عبد الفتاح السيسي. رسالة لكل الناس: انا نفسي اعيش زي بقيه الناس. انا بقالي اكتر من 5 سنوات عمل فيهم 25 عمليه دون جدوى. كاتب: انا يعني مش عايز تبرعات ولا عايز اي حاجه، انا بس عندي 39 سنه ومحتاج ان انا اعيش حياتي طبيعيه زي بقيه الناس. الواقعه كانت ان في بلطجيه، على حسب كلامه اللي هو كاتبه، في بلطجية 2، مفيش داعي ان انا اقول اسمائهم، قابلوه يعني في الطريق وراحوا جايبين خرطوش وضربينه في وشه. فطبعا حادثة صعبة، لكم ان تتخيلوا ان خرطوش يتضرب في وش حد، اكيد هيبقى عامل ازاي. هو خلاص بقى عاجز 100%، هو طالب بس ان هو يتعالج مش اكتر من كده، عشان هو عمل 25 عملية زي ما قلنا، وان دلوقتي ملهوش علاج في مصر، فهو محتاج ان هو يسافر بره مصر عشان يتعالج. كاتب ان تكلفة علاجي بالخارج عالية، وهو يعني دخله بسيط، وحاليا طبعا بقاله 5 سنين قاعد في البيت ما بيشتغلش من ساعة الإصابة اللي حصلت له، فمحتاج ان هو يسافر علشان يتعالج بره. ده كل اللي بعته. يعني هو طبعا بعت لي يعني كلام كتير بيكلمني فيه، بيقول: انا لا بلطجي ولا علي اواضي ولا اي حاجة عشان يحصل له كده، وعايز صوته يوصل للرئيس عبد الفتاح السيسي عشان يتعالج. طبعا انا محبتش ان انا اعرض الصور، لان الصور بتاعته صعبة جدا. فهو كل اللي عايزه، انا حبيت ان انا ابتدي بالقصة دي في البرنامج بتاعي، كل اللي عايزه ان هو يتعالج. فاحنا من البرنامج هنا عايزين نوصل صوتنا لأعلى مستوى علشان استاذ رمضان يسافر ويتعالج ويعيش حياته طبيعية. واي حد حابب ان هو يتواصل، في رقم دلوقتي محطوط على الشاشة، كل اللي عايز يتواصل مع الحالة دي يا ريت، انا حاطه الرقم اهو، تواصلوا معايا وانا هوصلكم بيه. هو رفض ان انا احط اي يعني رقمه او اي حاجه تخصه، حتى الصور انا ما رضيتش احطها. فطبعا ربنا يشفيه وربنا يكون في عونه على اللي هو فيه. المنظر صعب جدا، ربنا يكون في عونه وفي عون اسرته، وباذن الله يتعالج ويسافر بره ويعيش حياته طبيعيه زي كل الناس ان شاء الله. وزي ما قلت لكم، اللي حابب يتواصل الرقم موجود، اتواصلوا معايا وانا هوصلكم بيه. هنطلع الفاصل ونرجع بعد الفاصل ونشوف الفقرات اللي معانا. ورجعنا لكم بعد الفاصل. احنا الحلقة بتاعتنا حلقة متميزة كالعادة، معانا في اولى فقرات البرنامج ميك اب ارتست متميزه جدا، بتعمل الميك اب العادي اللي احنا كلنا عارفينه، وكمان متميزه في الميك اب الفانتازيا. معانا النهارده الميك اب ارتست دنيا سيد. ازيك يا دنيا؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كله تمام الحمد لله. اسمحي لي ان انا ارحب بالشيف اللي معانا. اتفضلي. معانا النهارده لتاني مره اصغر شيف في مصر، الشيف ملك احمد. ازيك يا ملوكه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. قولي لي هتعملي لنا ايه النهارده؟ النهارده يعني في مفاجاه. في مفاجاه اهو. تمام. النهارده هعمل ورق عنب بالريس.
وده كلام كبير خالص، ورق عنب بالريش. يعني احنا كده دخلنا في الحاجات الجامده بقى، الاكلات ان شاء الجميله. الله هيبقى في اجمل من كده. ان شاء الله. خلاص انا هسيبك تظبطي الاكل بتاعك وارجع لك تاني. تمام. اوكي. ازيك يا دنيا؟ الحمد لله تمام. قولي لي بقى يا دنيا، انت ازاي دخلتي المجال بتاع الميك اب؟ انا من وانا صغيره وانا بحب الميك اب جدا، وكنت بفضل يعني اعمل لنفسي ميك اب لحد ما مامتي واخواتي قعدوا يشجعوني، لا شوفي يعني خليكي في الموضوع ده وامشي عليه. وقعدت اتفرج بقى على فيديوهات لحد ما واحده واحده بقيت تمام. تمام. يعني دلوقتي ماما واخواتك هما اللي شجعوكي؟ اه. وما خدتيش كورسات؟ انت لا اتفرجتي لا على ما فيديوهات خدتش اي بس. كورسات. انا واحده واحده يعني، انا عشان كنت بفضل اعمل لوكات كتير لنفسي، فواحدة تمام. واحدة بقيت بقى أعمل للبنات وكده اصحابك اه بس. بس كده. هو لازم يا دنيا الميك اب ارتست تكون بتعرف ترسم علشان تعرف تعمل الميك اب كويس؟ اه بس يعني عادي، مش كلهم، مش لازم، بس الأحسن يعني اللي هو اللي يكون بيعرف يرسم هيظبط الميك اب بالظبط. عشان اللوكات برضو الفانتازيا اللي هي اللي في الوش دي. تمام. كلمينا عن خطوات الميك اب بتاعتك، انا بتبتدي دلوقتي ازاي؟ ببدأ برطب الوش، بعد كده اول حاجة بعملها برسم العين. تمام. طبعا اي شادو ينزل ف هيبوظ لنا الوش، فاحنا تمام. بنبدأ اول حاجة بالعين. تمام. بعدين بقى بعد ما اخلص العين الحواجب، وبعد كده الفونديشن والكونتور وكده. ايه كونتور بقى؟ كلميني عن الكونتور. كل الوش بيليق عليه كونتور ولا لا؟ هو الكونتور بيليق على مثلا لو انتي حد مثلا وشه رفيع فعايز اللي هو يعمل خدود، ففي احنا الخدود بنرفع لفوق. تمام. اللي وشه في عنده خدود ومش عايز يبان له خدود بننزل الكونتور لتحت. لتحت محدش عاجبه حلو. ايوه. احنا قبل ما نندمج بقى في الاسئله، انا حابه اول حاجه ابارك لك على خطوبتك من مطرب المهرجانات استاذ محمد زيزو. الله يبارك. ربنا يسعدكم يا رب. حبيبتي ربنا يخليكي. ربنا يخليكي. تمام. وبعدين يعني قلنا بقى الكونتور، الناس اللي هي اللي عندها خدود بتنزل بننزل الكونتور لتحت. تمام. الناس اللي عاوزه تعمل خدود بنرفع الكونتور لفوق. تمام. انا شايف ان البنات بتحب الكونتور جدا، بالذات في منطقه الانف، لان دايما بتصغر الانف. دايما بيطلب منك الموضوع ده يا دنيا ولا عادي؟ لا بيطلب كتير، بيطلب منك انك لازم اصغر. تمام. طيب احنا عايزين بس نعرض الصور بتاعت الميك اب بتاعت دنيا عشان اوريها للمشاهدين. قولي لي يا دنيا، بالنسبه للرموش، هل الرموش بتختلف من عين لعين؟ يعني مثلا العيون الجحظه غير العيون المدوره غير العيون المسحوبه؟ هي الرموش عامه كلها مثلا بتبقى واحده. تمام. هو بس الـ يعني هي تبقى طبيعيه. يعني ايه الرموش كلها واحده؟ يعني انا مثلا بستخدم اللي هو الرموش الطبيعيه، ولا طويله قوي ولا قصيره قوي، وتبان ان هي طبيعيه. تمام. عشان اللوك يبان معانا. تمام. يعني على حسب برضو اللوكات، يعني مثلا ده ميك اب سواري، ده ميك اب خطوبه، زفاف، على حسب برضو انا عايزه ابين اللوك او عايزه يعني على حسب. شكل الرموش بيختلف من يعني مثلا من عيني لعينك لعين مثلا موديل معاكي او اي عروسه بتجيلك؟ لا هي الرموش. هي الرموش. امال ايه اللي بيخلي شكل العين الاختلاف مختلف؟ هي العين، الايلاينر. تمام. احنا عايزين الصور. قالوا لي ان هي جاهزه. كلمينا بقى عن اللوك التحفه ده. ده انتي طبعا. ده انا. كلميني عن اللوك ده، عامله الالوان اللي فوق العين. انا عامله يعني انا بحب الالوان اللي هي البني. تمام. دمجها في ايه بقى؟ دمجها مدخله معاها لون اسود. حلو جدا. وحط روج احمر. حط روج احمر. تحفه بقى اللوك ده، نزلت ده عليه كده شويه. كلميني عن اللوك ده، لوك فانتازيا. اللوك ده انا شفت ميك اب ارتست حد اجنبي. تمام. فانا حبيت يعني حبيت ان انا اعمل ده تقلدي. اللي هو دخلت انا هخش مع تحدي. تمام. فعملت ده وحطيت ده في دماغي وعملته زي ما هو بالظبط. برافو عليكي، تحفه جدا. جميل. انت هنا حاطه لينسز؟ لا انا سوسته.
دي سوسته برضو، شفت حد اجنبي كان عاملها طلعتها نفس ما هو مطلعها ويمكن احسن كمان. حلوه جدا ما شاء الله، حلو التحدي انك والسوسته دي تتحدي حد السوسته دي وتقلديه. حطاها، انا حطاها هنا يعني. هي لوز، هي سوسته هي اصلا، سوسته اصلا مش سوسته ملزوقه. تمام حلو قوي. ده بقى القطه الايلاينر، سمبل، ده الايلاينر اللي مش مقفول، ده الايلاينر اللي هو القطه. القطه حلو جدا، اصلا طالع موضه، طالع موضه، ملاحظه كل ان هو البنات طالع موضه. دلوقتي والعرايس برضو بيحطوه قبل وبعد. قبله. ده يعني كلمينا بقى عن اللوك ده، دي كانت عروسه ولا دي خطوبه ولا كانت ايه؟ خطوبه، تمام. هي طلبت مني عايزه حاجه رياقه جدا، وطلبت مني البنيات، فانا تمام. عملت لها البنيات اللي هي عايزاها، ويعني كانت مبسوطه، اللوك كان جميل. بتحب كلمينا برضو عن هي اللوك ده كانت قبل ما اسالك السؤال. حلو جدا. دي كانت عروسه، حلو قوي. حاطه حبت لها الوانات ايه؟ احط لها الوان بني برضو، بني او كله بني؟ او هم بيحبوا البني قوي يعني. كنت كل اللي اي يعني مثلا في عرايس بروح لهم بيطلبوا مني انا عايزه مثلا لون كذا، هم بيرتاحوا للبني. طب قدري مثلا دلوقتي انا عروسه وجيت لك وقلت لك حطي لي لون بني، والبني ده مش لايق عليا، مش لازم برضو لا تفرضي ما انا رايك بديها عليهم كده؟ برضو، لا انا بديها، ومع اني انا يعني انا برضو ليا نظره، نظره بالظبط. يعني اقول تمام لها بصي انا ماشي هعمل لك البني بس ادخل معاها حاجه تاني. تمام بس طب لو واحده مش لايق عليها بني اصلا، البني بيليق على اي حد، ممكن تبقى بشرتها غامقه وما يليقش مع البني. ما البني درجات، في فاتح وفي الفاتح غامق. والغامق، المهم ان احنا ثابت معانا بني. البني ثابت معانا كل اللوكات يا ايوه جماعه بني، اي عروسه هتيجي الدنيا هنحط لها احط لها بني. بني. هي كده اللوكات خلصت. تمام. طيب كلمينا بقى عن الميك اب الفانتازيا. انت قلتي ان انت بتشوفي ميك اب ارتست اجانب بيعملوا ميك اب فانتازيا وبتقلديهم وبتخش معاهم في تحدي. تمام. ايه حبك في الميك اب الفانتازيا؟ انا بحبه جدا يعني، قلت اخش معاهم تحدي يعني اتحداهم، ونجحت في ده. انا برسم على وشي شاطره، حاجه. برافو عليكي. بس يكون انك تدخلي ومثلا، طب انا ممكن ابقى ميك اب ارتست ويعدي قدام اللوك ده ولا افكر اجربه، بس اكيد انت بتحبي اللوكات الفانتازيا لسبب. انا عايزه اعرف ايه هو السبب ده. علشان هو مفهوش سبب عادي، بس انا بحب بحب اجرب، ليه ما تمام. اجربش لمجرد التجربه لمجرد التجربه. يعني، انا حسيت فيكي ان انت بتحبي تجربي الحاجات الغريبه انا بحب والجديده. الحاجات الغريبه، ايوه فانا انا قلت حسيت فيكي كده. قوليلي ايه اللوك الفانتازيا اللي عملتيه ولقيتي مثلا الفانز عندك حبوه جدا وكتبوا لك تعليقات كتير عليه؟ لوك السوسته، السوسته. كلهم استغربوا جدا من السوسته دي بالذات. هو يعبر عن ايه يعني؟ هي سوسته مفتوحه وهنا احمر. ما هو الاحمر ده مثلا دي سوسته، زي مثلا سوسته جاكيت، والاحمر ده مثلا تي شيرت، فدي سوسته بتفتحيها، تمام. واللي من هنا الابيض والاسود دي المكان بتاع السوسته. ايوه تمام. يعني ممكن حد يترجمه بمعنى تاني، ان مثلا ده شكل وده شكل، فانا قفلت على شكل، فاهمه لا يعني كاشكال؟ لا هي كانت مجرد سوسته وجاكيت. طيب في لوك تاني مثلا، انت ايه اكتر لوك حباه قوي من اللي انت عملتيه ليا ولا الفانتازيا؟ الفانتازيا اللي هو اللوك الاخير ده، اللوك الاخير اللي هو المربعات، المربعات، هو عباره هو عن كان ايه غريب. يعني؟ المربعات دي بتدل على ايه؟ هو لوك شفته فعجبني الفكرة، وكمان اللي هو جودت من عندي العين يعني، تمام. انا لما شفت اللوك اما كان غمضتي كان ابيض صح لما كده؟ رفعت عيني لفوق. انت رفعتي عينك لفوق؟ ده مش انا فاكراكي مركبه لا لينسز لا او لا عامله لا ابيض لا اصلا. انا رفعت عيني لفوق. لا لا جامد يا دنيا، ربنا يوفقك يا رب. حبيبتي يا رب. إيه، طب نرجع بقى تاني للميك اب العادي بتاعنا، مالناش دعوه دلوقتي ايوه. بالفانتازيا. قوليلي ايه صيحات الموضه في الميك اب، احدث صيحات الموضه ايه، اجدد حاجه في الميك اب؟ كلميني عن الاي أيوة. شادو، الاي لاينر، الروج، البلاشر كده تمام. بصفه عامه كله. دلوقتي الجديد كله بيعمل الايلاينر اللي هو القطه، القطه. ده بيدي سحبه للعين يعني، لو العين مثلا صغيره تمام. فاحنا بنوسع بالقطه دي، وبنيجي من قدام برضو كذلك يعني، بنعمل السحبه تبقى شكل العين جميله جدا. من قدام مثلا بنعمل بوز كده اللي هي كمان نعمل كده من بوز قدام كده. بوز. طب بالنسبه للكحل، طب ما الكحل برضو ما هو بيوسع الكحل العين. ابيض، لو تمام انت عينيكي واسعه وعايزين نوسع
بنحط ابيض، لو العين ضيقه بنحط اسود. وبالنسبه للالوان البلاشر ايه؟ بالنسبه لالوان البلاشر، البلاشر بنحط بني برضو. لا انتي ايوه، لا معاكي توكيل بني. وبندي سنه مثلا احمر على خفيف. طب لو انا بشرتي بيضة، يعني انا بشرتي بيضة او وما بحط بني بيبقى شكلي، انا بحط لونين، ما بحبش البني. انا بحط اتنين يعني البلاشر بني لا بيبقى لا صعب. انا بحط اتنين، تمام. بحط بني خفيف وبحط احمر فوقيه، تمام، وبدمجهم الاتنين مع بعض، تمام، بيديني شكل جميل قوي. ده الموضة، اه، ان احنا ندمج لونين. دي جديدة برضو، كل الناس بتحط لون واحد. اه لا دي جديدة. طب لو قلنا عن الوان الروج، الالوان الفاتحه، الاحمر، تمام، الكشميرات، تمام، البني عشان انا بحب البني برضه البني. انا بعشق البني. الكشميرات بتدركها كله. تمام. طب بالنسبه للحواجب، الحواجب هي الموضه القديمه بتاعت الرفيعه دي بتلت خلاص طبعا. الحواجب دلوقتي التخينه العريضه، العريضه كله دلوقتي فعلا حواجبه عريضه زينا كده. زي يعني احنا اهو ماشيين على الموضه الحمد لله. طيب ايه احلى لوك مثلا، او اللوك الاقرب لقلبك في اللوكات اللي انت عملتيها العاديه، سواء العروسه سواء لنفسك؟ هو لوك مش عارفه عرضناه، تمام، كانت يعني اللوك ده اللي بحبه جدا. تمام. اللي هو انهي واحد؟ اللي هو كان بتاعك ولا بتاع حد؟ لا كان بتاع حد. تمام. انا ده اللي هي العروسة. العروسة. تمام. هما كانوا عروستين، هما دول اكتر لوكين انا بحبهم. لوكين انت بتحبيهم. قوليلي، انت قلتي لو عين مدورة بنحط لها كحل ابيض وبنسحبها بايلاينر، اللي هو بنسحبها بايلاينر القطة او ايلاينر عادي، وبرضو بنعمل بوز من قدام لو بنوسع برضو العين. تمام. طيب دلوقتي لو مثلا عندنا عيون مبطنة، اللي هي العيون اللي تحس ان هنا في يعني مش حتة واحدة، اللي هي مثلا مبطنة، المبطنة برضو احنا نفسها. لا احنا بنحط بنفتح بقى الوان فاتحة علشان العين توسع برضو معانا. تمام. احنا بنحط الوان فاتحة، ما ينفعش خالص الوان غامقة. تمام. نبعد بقى عن الالوان الغامقة دي عشان خالص، ما تقفلش، علشان ما تقفلش وهي اصلا مقفولة عليكي. فاحنا بنحط الالوان الفاتحة. صح، برافو عليكي. طيب احنا عايزين بقى، يعني احنا شفنا لوكيتك واتكلمنا معاكي في الميك اب، عايزين نبعد شويه كده عن الميك اب. وانا عارفه ان انت عندك موهبه التمثيل، او طبعا، واشتركتي كده في كذا حاجه، كلميني عن الموضوع ده. انا كنت بحب التمثيل جدا وانا عندي 6 سنين. تمام. قعدت ادور وعاوزه اللي هو اوصل، مش عارفه اوصل ازاي. فلقيت مكاتب كاستنج فدخلت وقدمت فيها. طبعا مش على طول اول ما ابدا كده يعني اخش، قعدت فتره وبعد كده طلبوني وقعدت انزل. وبعد كده اول حاجه كنت مع محمد رمضان. والسنه اللي فاتت كنت اعلان شاي الكابوس. تمام. شاي الكابوس، دي اخر حاجه كنت، كان شاي الكابوس. كلميني عن كنت خليجيه فيه. كنت خليجيه؟ أيوة. ولابسه طرحه سودا وعبايه. ايوه. شلونك؟ طيب قولي لي كل تجربه استفدتي منها ايه، وهتكملي ولا لا؟ يعني هتستمري في الميك اب بس؟ انا حاليا دلوقتي مستمره في الميك اب بس. طيب. انما التمثيل دي حاجه انا بحبها جدا. بس خلاص يعني، خلاص كانت فتره وخدت وقتها وراحت، مش هتكملي؟ ممكن، ليه لا يعني. هتكملي ولا لا؟ لا هكمل ان شاء الله. هتكملي ان شاء الله. خلاص ان شاء الله. قوليلي مين قدوتك، او اللي انت بتحبي شغلها في الميك اب ارتست الموجودين دلوقتي؟ سلمى متولي. سلمى متولي. عشان بتحط بني دي. ايوه. على فكره سلمى متولي بتحط بني. كلنا بنعشق البني. سلمى متولي بس؟ تمام. ايه حلمك او ايه طموحك اللي انت ان شاء الله حابه توصلي له في مجال الميك اب؟ ان انا ابقى ان شاء الله، ان شاء الله يعني حاجه كبيره باذن الله، وواحده واحده طبعا. يعني ان شاء الله حاجه كبيره. مثلا في ناس بتقول لي ممكن يبقى عندي بيوتي سنتر،
اسمي يكبر وادي كورسات وابقى زي مثلا سلمى متولي واسماء عادل. انا في ناس بتطلب مني كورسات وبدي كورسات. تمام، برايفت ولا؟ برايفت. تمام. طب ما وفيها تعرفينا مثلا لو في عروض دلوقتي، طبعا احنا طبعا لسه في عروض السيزون بتاع العرايس مخلص، مخلص. فيعني لسه شهر 10 ممكن في حبة يتجوزوا فيه ايوه. كده. عرفيني مثلا لو في عروض، ايه العروض اللي انت بتقدميها للسواري انا عامله للعرايس؟ عروض على السواري وعلى الخطوبه وعلى الزفاف، تمام. يعني هم يكلموني على البيج وليهم خصم 30%. ان شاء الله باذن ان الله. شاء الله. قولي لي يا دنيا، لفه الطرحه بتختلف من شخص لشخص؟ طبعا هي هي بتختلف. بتختلف على حسب الرسمه بتاعت الوش. الميك اب بقى، انا دلوقتي حاطه ميك اب مثلا يعني اوفر شويه، جليتر مع رسمه ايلاينر كبيره مع حاجات ظاهره الوش قوي، في جليتر كتير، ايه لفه الطرحه اللي بتبقى المفروض تتلبس على الوش ده عشان تبين الميك اب؟ هل مثلا طرحه زي ما انا عاملاها ولا زي ما انتي عاملاها، ولا يعني بتبقى ماشيه ازاي؟ مش لا مش ما مش بتفرق، يعني مش بتفرق. ما فيش لفة معينة. يعني بحس لو رسمه العين بتكون كبيره ومثلا وهي لفه الطرحه مدوره زي كده والعين برضو ما فيش مساحه قوي ان هي تظهر، ممكن فممكن تلبس تربون زيك يعني. ده كان قصدي، فقلت ممكن تربونة زي ما انا لابساها، بس تمام ده لو سواري تمام عادي. ممكن برضو للعرايس والكلام ده تربونة، تمام تربونة والطرحة مثلا وعلى تاج، ده يبقى حلو قوي. جميل قوي. قولي لي لو انا عامله ميك اب الصبح ونازله بيه يعني الصبح وكده، هل لازم احط سان بلوك ولا مش لازم؟ خلاص طب ما انا حطيت لا كريم لازم مرطب تحت الفونديشن. عادي، يعني نحط سان بلوك أأمن يعني لينا، تمام ولازم لازم نرتب البشرة بتاعتنا تمام عشان طبعا الميك اب يعني صن بلوك والشمس وعليه وعليه الترتيبات. الترطيب. هل ينفع ان انا استخدم الكونسيلر بديل الفونديشن؟ الكونسيلر بيبقى حلو، نفس يعني نفس الفونديشن، بحسه افتح شويه. هو احنا بنجيب درجات، في درجات زي برضو الفونديشن، وانا نفسي لما بكون نازله الصبح بحط الكونسيلر بس كونسيلر بس، انا على عايزه. الاماكن الغامقه عندي، يعني مثلا تمام انا بحط فيها كونسيلر. تمام انا عايزه اقول لك بقى ان انا حاطه كونسيلر من غير فاونديشن، ايه رايك؟ بما انك بقى ميك اب ارتست، تقيمي لا الميك اب بتاعي كم من 10؟ جميل، لا جميل جدا، 20 من 10. قلت لي 20 من 10. اقل من كده. لا جميل، ميرسي. برافو عليكي ربنا يخليكي، ودايما متفوقة ودايما حبيبتي، متألقة. انتي نورتيني ربنا وشرفتيني بجد، يخليك. كانت من احلى نورك الفقرات. نورك اتمنى لك التوفيق، واتمنى لك ان انتي ان شاء الله اسمك يكبر ان ويبقى عندك شاء بيوتي الله، سنتر وتحققي كل اللي انتي عايزاه. ان شاء الله بشكرك يا دنيا على وجودك معانا. حبيبتي، ربنا يخليك. هنطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل ان شاء الله. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع اصغر شيف في مصر، الشيف ملك. ازيك يا ملك؟ الحمد لله. قولي لي بقى كده، انت عامله لنا ايه النهارده تاني؟ هنعمل ورق عنب بالريش. ورق عنب بالريش. طيب قولي لي بقى الوصفه بتاعتك ايه، كلميني كده عن خطوه خطوه بتعمليها. عملت خلطه المحشي، اللي هي جبت ايه؟ طماطم، عصير طماطم، تمام، وبصلايه، حطيت البصلايه في حبه زيت تمام، وخليتها كده تاخد لون ذهبي عشان تبقى مسكرة في المحشي. تمام، لونها دهبي عشان تبقى مسكرة في المحشي. اوكي. وهنحط عليها عصير الطماطم، تمام، بعد يعني ما البصلة تاخد لون ذهبي عشان تبقى مسكرة نحط عليها عصير الطماطم، وبعدين واللي هنسيب الطماطم تتسبك معاها، هنجيب بقى التوابل، كمون، فلفل كمون. اسود. دي التوابل بتاعتك؟ كمون، فلفل اسود، وملح، وورق لورا. تحط ورق لورا؟ لا، ورق اللورا ده بقى للحمة. اوكي اللحمة. تمام، احنا عايزين ننزل بالمقادير على الشاشة دلوقتي بقى، هبتدي اشوح اللحمة اهو. تمام، بتشوحيها ازاي بقى كده؟ بجيب سمنة، قصدي زيت وزبدة، تمام، واسيبهم يسخنوا، وهنزل عليهم بفلفل الوان، تمام، وبصل متقطع، فلفل الوان. اوكي، بصل متقطع
شرايح. شرايح تمام. ويبقى في السمنه اللي قصدي في الزيت والزبده اللي الفلفل اتعمل فيها اللي شوحنا اللحمه فيها الفلفل فيها. اوكي تمام. هنحط بقى فيها اللحم. تمام برافو عليكي. بس انا كده اللحمه اتعملت، هنسيبها على النار شويه ولا نشيلها؟ هي تخطى شويه لانها هي هتكمل السوا بتاعتها في الورق. انا تمام برافو عليكي. كده نبدا بقى نرصها في الحله. تمام النار قريبه. تمام على مهلك. انا مش عايزه اساعدك في حاجه خالص، عايزاك انت اللي تعملي الاكل كله. على مهلك. اشيل معاكي ولا ايه؟ لا اوكي تمام الله ينور عليكي. قولك بقى زي الشيف حسن، يا تكاته وحركاته حلوه جدا وريحه جميله جدا. تمام برافو عليكي. ايه هجيب دلوقتي بقى مع هجيب معايا معلقه صلصه. انت هتخلي الزيت كده؟ تمام اوكي. هجيب انا كده معلقه صلصه. على مالك طيب عشان الزيت ما يفرقعش كده. او انت مش المفروض بتحطي طماطم عليها؟ لا هي للشوربه دي هنحتاج اللي هو الطماطم الجاهزه. يعني انت كده بتعملي ايه دلوقتي؟ دي شوربه ايه؟ مش فاهمه. الشوربه اللي انا هسيبها لورق عنب. اوكي بتحطي فيها طماطم. هجيب معلقه صلصه كده. تمام. وبعدين هجيب ميه. ماشي. ميه ولا ممكن ان انا مثلا اكون يعني عامله مثلا شوربه لحمه؟ لو في شوربه كده يبقى احلى، بس ده للي ما عندوش شوربه. اوكي للي ما عندوش شوربه ممكن يعملها بميه. هنا ميه. تمام زي كده. تمام تسلم ايدك. تسلم. وقلبها. نسيبها بقى على النار. هتسيبها على النار تاخد غلوه بسيطه. اوكي اجيب بقى لف ورق العنب. وريني بقى بتلف ورق العنب ازاي. خليك كده ورقه العنب. انت ده مالك ملفوف؟ الورق العنب ده ملفوف. تمام. وريني عايزه ايه؟ جوانتي. تمام شاطره. جوانتي واحد ولا اتنين؟ اتنين. اجيب لك واحد. اتفضلي. انت في البيت يا مالك بتلبسي كاونتي؟ لا هو في البيت ببقى عارفه كويس كده وعادي يعني على حسب. اوكي وريني بقى بتلفيه ازاي. نجيب هنا حبه رز. شطوره يا ملك. تدخلي اليمين وتدخلي الشمال وتكملي لف. برافو عليكي. لا والصباع ما شاء الله حلو كده وحته واحده جميل ما شاء الله. بس اهم حاجه في الورق عنب نخلي النعناع اللي تحت والخشنه هي اللي فوق. يعني نحشي من الجزء الخشن. ماشي. هعمل واحدة كمان. انا متهيالي ان الشرب غليت ولا لسه؟ خلاص انا بس هخلص الورق العنب وهروح احط عليها الطويل. انتي انا حاسه ان كونتي ده مضايقك، لو عايزة تشيليه شيليه احسن. طيب ممكن. تمام طبعا بالايدز العادية احسن. واسهل. تمام.
هعمل واحد كمان نروح بقى نشوف الشرب. اوكي عرف المشاهدين انك اصلا يعني مجهزه، انا يعني مجهزه هنا معايا ورق العنب، وعشان وقت الحلقه مجهزه حله تانية. مجهزه ايه؟ حله تانية. مجهزه حله تانية. هي مجهزه حله تانية ومظبطاها وعامله كل حاجه، بس هي حبت ان هي تعمل خطوه خطوه هنا كده قدامنا. ايوه كده. تمام، برافو عليكي، برافو عليكي. نجيب بقى التوابل. تمام يلا هننزل بيها. نجيب معايا حبه كمون صغيره، معايا ورق لورا، روزماري. تمام، روزميلي، روزماري، ورق لورا، وفلفل اسود، وكمون وملح. برافو. لو في بقى مثلا مكعب ماية عندها ممكن تحط مكعب ماية تدي طعم للشوربه. بتدي طعم للشوربه. اوكي، ولو ما فيش احنا بنكتفي بالتوابل دي كده بس. هتعملي ايه بقى الخطوه الجايه؟ عندي بقى هنا اجيب معايا ليمونه. تمام، احطها لل على الشوربه عشان يبقى الورق اللي انا بمزز. مزز، ماشي. في ناس اصلا بتعصر ليمون على الورق العنب بعد ما يخلص ويحط رمان. كده تعملي كده؟ مش هحط رمان. اوكي بس كده معايا الليمون، هقلب. هبتدي بقى ارص دلوقتي الورق العنب. يلا بينا. شايفه بس تبادل. ماشي، زي ما قلت لك مش عايزه امد ايدي في اي حاجه علشان ايه تبقى انت اللي عملتي كل حاجه بنفسك. بلورة انا كده وارصه ويكون مدور. تمام، عشان لما الصينيه تتقلب تبقى ايه اللحمه من فوق وهو كده مدور حته واحده. هو مدور كله، بس اهم حاجه نخليه اللي هو يعني يبقى زي مكبوس كده، علشان لو مثلا خلينا في فراغ لما يجي تقلب هتلاقيه مش يعني كل مش نزل زي بعض. تمام، المنظر مش متساوي. المنظر مش متساوي. برافو عليكي يا ملك، بسم الله ما شاء الله عليكي. يعني ان يكون عندك 13 سنه وعندك موهبه الاكل حاجه جميله. في ناس عندها 30 سنه ما تعرفش تعمل اكل اصلا. الله اكبر عليكي ما شاء الله. انت شاطره بقى في المدرسه يا ملوكه؟ تمام، انت كده رايحه سنه كام؟ رايحه ثالثه اعدادي. ما شاء الله. نفسك تدخلي كليه ايه؟ ان شاء الله انا نفسي ابقى دكتوره. ان شاء الله. دكتوره ايه بقى؟ دكتوره اطفال. ان شاء الله ربنا يديكي كل اللي انت عايزاه. نشيلها كده خلاص بس من على النار عشان متنساهاش. احنا نشيلها بقى كده من على النار. تمام، وبعد ما نرص نروح. اوكي، حاولي تسرعي ايدي كده شويه. ان شاء الله تطلعي دكتوره وطبخة ماهرة زي ما بيقولوا. ان شاء الله. انا حاسة ان الشوربة دي حبة صغيرين. انا ممكن لو حبة صغيرين نزود حبة مية صغيرة خالص. تمام، علشان ورق عنب لما بيجي نحط له الشوربة مش بتغطي، مش لازم بنغطي. تبقى قبل الصف الاخير. تمام، عشان يطلع مستوك كويس. ماشي، جميل جدا، والصباع كده حلو كده جميل. انا مبسوطه بشكل الورق عنب يعني بجد. في ناس ما بتعرفش تلفه. انا الصراحه يعني خالته وماما فضلوا يسهروا معايا ونحشي سوا. ربنا يخليكم لبعض. هي اكيد ماما طباخه ماهره عشان تطلعك بالموهبه الجميله دي. طبعا العيله كلها ماما وخالته وكله ما شاء الله.
ضربنا خلاص. اوكي، ما تكلمينا بقى كده وانت بترسي، يعني غير انك تبقي دكتوره ان شاء الله باذن الله، مثلا نفسك في ايه لما تكبري غير انك تبقي دكتوره؟ هل مثلا حابه ان انت ان شاء الله يكون عندك حاجه مخصصه للاكل مثلا، يعني مثلا زي مطعم، مشروع ان شاء الله. نفسك في كده؟ اه ان شاء الله. هل بتعملي الاكل في البيت بقى يا ملوكه؟ اه انت اللي بتعملي الاكل ولا مثلا انت يعني يوم مثلا وماما يوم كده؟ اه انت يوم وماما يوم. يعني مثلا عملت النهارده انا او بعملها بكره، شطوره. عشان يعني هي برضو ايه يعني ما تتعبش بقى كترويق كده، فانا بقى بساعدها. شطوره خالص. سرعي ايدي كده شويه عشان عايزين بقى نحط الشوربة عليه. انتي بنت بقى وحيدة يا ملوكة في اخواتك؟ هو انا بنت وعندي اخين. كنت هسألك لو عندك بنوتة اخت، هل هي شاطرة زيك كده في الاكل ولا لا؟ بس ما فيش حد ينافسك بقى. تبقى شطرة. ممكن ما تبقى شاطرة. طب يلا خلصي، يلا الاربع صوابع دول، يلا نحط الشوربة. نجيب بقى معايا هنا كده الله. عايزه ايه؟ اللي هي الكبشه اهي. ماشي كده. وعلشان ورق اللورا هجيب هي. تصفي. اه صفيها عشان ورق اللورا. امسك لك. طيب دي امسك لك دي. ماشي اتفضلي. اوكي يلا. بسم الله. عشان نصفي كل الحاجات بقى اللي في الشوربه. اه الورق اللورا والحاجات اللي زي كده. تمام. روزماري. تمام. ده ايه الاكل الجميل ده؟ مدخلك. تمام كده. لسه خلاص اخر حاجة. اوكي يلا مرة واحدة. برافو عليكي. خدي بقى دي يلا خليها ده. احنا كده بقى كلمينا بقى يلا قولي لنا احنا كده كده دي مش هتحط على النار. بصي هي قبل اخر صف. اوكي تمام. هنحطها بقى على نار عاليه. تمام. تشرب الشوربه، ويعني قبل ما تستوي خالص بشويه صغننين كده هنحط بقى عليها عشان ايه تبتدي تتشرب. تستوي بقى براحتها على نار هادية. تستوي بقى. تمام. وبس انا اقلبها في الصينية وهيكون كده خلص. طب ما تورينا بقى الجاهز ده، طبعا لسه هيستوي. ورينا الجاهز، هتقلبه لنا ولا هيبقى في الحلة زي ما هو؟ هقلبه. طب يلا بقى عايزين نشوفه كده وهو مقلوب. تمام ما شاء الله عليكي. بسم الله ما شاء الله. لا وريحته فظيعة كده. انت حاطة ايه مع الورق عنب؟ انا شايفة ده توم؟ فصوص توم؟ ده توم. انا صاير نسيت بس احط التوم. الشوربه بيتحط لها 4 فصوص توم. تمام. او 3. اوكي يلا بقى عايزين نقلب الطبق ده كده علشان نشوفه. طبق الورق عنب نعملها لك اهو. بس صغنونه برضو بس شاطره. بس كده اجيب الطبق معايا. تمام. ابعدي الحلة دي عنك عشان ما تضايقكيش، وورينا هتقلبيها ازاي كده. بسم الله. يقلبها انا ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. برافو عليكي برافو عليكي ما شاء الله. نخبط. سخنة. بس دقيقة علشان نسيبها دقيقة. اه لو رفعتها دلوقتي كله هيقع. هيقع خلاص. احنا هنسيبها بس كده شوية. المهم هنتغدى يعني ورق عنب ولا هتاخديهم وتمشي؟ خلاص. بسم الله. وقع. مش مشكلة مش مشكلة مش مشكلة. أهم حاجة المحتوى. مش مشكلة.
احنا الفكره وصلت لنا. بس كده تمام اهو. اهو مش اهم حاجه اللحمه فوق؟ اهم حاجه. والورق هنا تحت خلاص. بس حلو يا ملك. خلاص خلاص. ماشي. بس سيبيها. حلو جدا جدا جدا. بس يعني قولي لي يا ملك ليه مثلا تسلم ايدك مثلا ليه ما بيجيش في بالك الحاجات اللي هي البسيطه؟ ليه دايما بتحبي تعملي الحاجات اللي هي الطبخات التقيله وكده؟ ما يعني بصي انا بحاول ان انا اتعلم الحاجه، يعني انا مثلا مش اللي هو اعمل حاجه بسيطه وخلاص. تمام. يعني مثلا مره في مره كده بتعلم بقى مثلا محشي وكده. كل الاكل تعرفي بقى تعملي كرومب وكل حاجه صح كده؟ اه محشي كرومب وكل حاجه. تسلم ايدك، الاكل تحفه، وبشكرك على وجودك معانا للمره الثانيه. نورتينا، وان شاء الله يبقى في مره ثالثه ورابعه باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. بشكركم على مشاهدتكم لينا مع اصغر شيف في مصر، الشيف ملك احمد، وان شاء الله نتقابل الحلقه الجايه. مع السلامه.